حست اليوم باش نتوقف عندها على نشاط الجمعيات اللي ساهمت وما زالت تساهم في الحفاظ على التراث الموسيقي التونسي ونشره سواء كان ذلك داخل تونس أو خارجها. ظهر عدد منها خلال القرن العشرين، ربما تأثروا بالرشيدية، هي الجمعية الأم في الحفاظ على التراث التونسي وخاصة المالوف، وإلا خاطر يحبوا هالفن هذايا وهالتراث هذا، وربما زاد شجع على هذاك على التعلق بالتراث ما قامت به الحكومات المتعاقبة في تونس منذ الاستقلال من نشر المالوف في إطار دروس تعطى في المدارس، وإلا في إطار الشبيبة المدرسية اللي كانت جمعيات تابعة للحزب الحاكم وقتها، ولكن قامت بدور كبير في جمعان التلامذة يجمعوهم ويعلموهم المالوف والأغاني التونسية وحتى الشرقية كذلك. زاد كان فما تربصات قم بهم وزارة الثقافة بين ستينات القرن العشرين وبين الثمانينات، ما بين ستينات ثمانينات القرن العشرين، كان تعرف باسم أسبوع الفن. الأسبوع هذا اللي كان يجمع الموسيقيين من مختلف ولايات الجمهورية، يتلقاو دروس في العزف وفي الغناء، وفي كل أسبوع فن كان نوبة من نوبات تلقن للعازفين وللمنشدين، و آخر الأسبوع يتم تقديمها في مسرح بتاع المدينة اللي اخترناها للأسبوع هذايا بحضور الجمهور والمسؤولين وغيرها. ونذكر اللي عدد من الموسيقيين الممتازين خرجوا من أو تم اكتشافهم بمناسبة أسابيع الفن، منهم على سبيل المثال نتفكر زي بشير السالمي العازف الأول على الكمنجة في الإذاعة، فرقة الإذاعة، الله يرحمه زهير بلهاني، صوفيا صادق نتفكرها جات في أسبوع الفن في المهدية خاطر هي أصلها من الساحل، وغيرهم. إذن هل التكوين هذا ساهم في دفع عدد من الناشطين في المجال الثقافي باش يكونوا جمعيات تحيي التراث. واليوم حبينا نركزوا على جمعية من هالجمعيات هذه، هي في باريس في الواقع تنشط، ولها تنشط في مجال المالوف ولها نشاط وإصدارات. إذن سنستضيف رئيسها سي أحمد رضا عباس ليحدثنا عن أنشطة الجمعية هذه، ونسمع إلى تسجيل صدر أخيرا لنوبة العراق. نوبة العراق مسجلة هي في الإذاعة وغيرها، لكن حاولوا هما كذلك باش يسجلوها ويوزعوها سواء في أوروبا ولا في تونس. إذن لقانا باش يكون مع سي أحمد رضا عباس ومع هذا الحديث المطول معه. أهلا وسهلا في أهلا وسهلا، مرحبا بك في برنامج غني عصفور. هذا البرنامج اللي تبثه إذاعة تونس الثقافية واللي نخصوه أساسا للموسيقى التقليدية التونسية وللموسيقى التونسية بصفة عامة، وديما نبدأ حصتنا بالحديث عن المالوف. حصتنا اليوم سيريضا باش تتناول الأنشطة اللي تقوم بها جمعية مالوف تونس في باريس اللي أنت رئيسها. لو تتفضل تحكي لنا على أولا جذورك التونسية وأنت مقيم في باريس، ومن أين أخذت المالوف في شبابك، ثم كيف انتقل هذا الغرام من تونس إلى باريس. تفضل سيريضا. مع خير سي فتحي، تحية لك وتحية للفريق لإذاعة تونس الثقافية. مرحبا. وتحية لكل مستمعي الإذاعة. أهلا وسهلا. وشكرا على اهتمامكم بنشاطنا. وهو واجب سي رضا. شكرا جزيلا. والله أنا بديت الموسيقى عام تقريبا 68 في المعهد الثانوي بالمنستير. إيه نعم. بديت الموسيقى في إطار النشاطات الشبيبة المدرسية، كانت نوادي متاع موسيقى متاع مسرح، يعني شتى المجالات الثقافية والرياضية. أي نعم. وبدينا في النادي مع المرحوم عام بركحلة، لكان يعني دون كما يقولوا. أي الله يرحمه. يعني هو أي. هو اللي علمنا الموسيقى وهو اللي كان يعني كم مقام بنا. وهو كذلك. بديت الموسيقى في المعهد وغرمنا برشا بالموسيقى التونسية سي بيعامر.
أيه والأجيال الفندوات الموشحات التونسية الأندلسية نتذكر مياه حملة وسخية يعني بدينا بها تقريبا والميزان الطايحي هاي هذه في السيكا في السيكا هاي سيدي ووصلت يعني المسيرة وشاركت في برشا عدة فرق وكانت كانت شبيبة المدرسية الجهوية في سوسة كانت المسيرة ما كانتش ولاية شاركت في الشبيبة المدرسية الجهوية مع المرحوم الراوي السوسي اي الله يرحمه اي الله يرحمه عدة أصدقاء برشا منهم مازال موجود سي عزام العفريت محمد داكا يعني عازم كمانجا محمد اي قدماء اي نعم وتطورت المسألة وأسسنا فرقة شباب بالمنستير عام 70-71 تقريبا مع أستاذنا المرحوم حمادي المكي الله يرحمه سي حمادي ومن غادي بدينا نغرق في الملوف يعني شنو نغرق في الملوف كانت قبل يعني مهرجان دستور والمهرجان مهرجانات الجهوية أي هذيك اللي كانت تبعث يعني في تحل في الطريق للتعليم الموسيقى التونسية والتراث العميق ودخلنا في النوبة التونسية وبدينا نخدموا في النوب باش نمشيو لمهرجان دستور وباش نتسابقوا مع الفرق كانت برشا فرق واول عام شاركنا فيه عام 71 في مهرجان دستور في مهرجان دستور اي نعم مهرجان 72 73 خدمنا برشا نوب نوب النوبه الاولى اللي خدمناها هي نوبه رام المايل نوبه فيل نوبه الاسماعيل شكون كان لاهي بالفرقه وقتها من الناحيه الفنيه؟ الناحية الفنية كان سي حمادي سي حمادي المكي سي حمادي المكي اي 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 وبي عامر يعني زاد في وقت من الاوقات خدمنا معاه اي يعني وبعد جاء الشباب يعني حمد بوخيت برشا شباب يعني بعدنا هو اللي واصل المسيرة عازف الناي هو بوخيت هكا ولا محمد بوخيت عازف ناي محمد بوخيت عازف عود عازف عود اي عازف عود حمد ومعاكم باتريك سلامه وقتها بالكونترباس ولا معانا باتريك سلامه في بالعود وبالكونترباس بالكونترباس بعد جبنا الكونترباس اي نعم باتريك خذي مكان المولدي قاعي كان العواجي نتاعنا اي اي وقت سافرت يعني والاجيال تتداول يعني على بالضبط والفرق الشباب يعني جمعيه من الان وموجوده و قاعدة مواصلة مسيرتها وهو كذلك صحيح ثم خرجت لفرنسا عام 77 اي نعم 77 مارس يعني ما انقطعتش الحقيقة يعني ما انقطعت حتى يوم من على الموسيقى دخلت ديريكت كانت عندنا مجموعة صوتية الاتحاد العام لطلبة تونس فرع باريس زي نعم اي كانوا يستناو فيها يعني خاطر صديقي المولدي كان هو اللي لاهي بها وحدث المجموعه يعني عليه برشا ومن اللي جيت دخلت معهم من المجموعه الصوتيه الاتحاد العام طلبة تونس كونا فرقه اسمها فرقه محمد علي الحامي للموسيقى التونسيه في باريس اي نعم اسم على جسمها يعني نقبيات ميداليات اغاني تونسيه طبعا كنا يعني ننظف في النطاق النقابي من اجل الديمقراطيه يعني انجاجي في الوقت ذاك يعني موسيقى انجاجي الى جانب الملوف يعني الى جانب الملوف بعد رجعت للملوف يعني هذه قبل ما نواصلوا سي رضا وانت حكيت قبل ما ترجعوا للملوف هو اللقاء هذايا مع حضرتك بمناسبه صدور اسطوانات مرئيه وسمعيه حول الملوف التونسي وبالتحديد كنت أصدرت نوبة الذيل ونوبة العراق ونوبة الحسين نعمل توقيفة قبل ما نواصل الحديث مع مصدر نوبة العراق اللي باش نركزوا عليها النوبة هذه في الحصة متاعنا ثم نرجع إلى الحديث إذن مع مصدر نوبة العراق أداء جمعية ملوف تونس بباريس بإشراف السيد أحمد رضا عباس اللي احنا قاعدين نتحاوروا معاه ثم نرجع
ثقافية. Thank you.
إذاعة تونس الثقافية. سي أحمد رضا عباس إلى نشاطك في باريس وكيف نشأت الجمعية هذه اللي قامت بتسجيل هذه النوبات من الملوف التونسي وما هي الأهداف من ذلك؟ والله بعد برشة التجارب يعني في شتى فرق كونها جات فكرة تكوين الجمعية. نعم. خاطر أنا علمت الملوف واللي يخدم الملوف ما ينجمش يعيش من غير ملوف، والملوف بالنسبة لي يعني هي الركزة الأساسية هي النوبة. نعم. ولهذا يعني شجعني برشا وتحاورت برشا مع صديقي فوزي بن طارق. أي فوزي المنجي. أي 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 فوزي المنجي. وهو كان بعيد عليه يعني في نونسي، تلاقينا بمناسبة مناسبة إحياء ذكرى فرحة حشاد المئوية. أي وتناقشنا برشا وعملنا صحيح، وقلت له مش معقول يعني باريس تقعد من غير ملوف، والتونس يعني في تعج يعني باريس تعج بالطاقات والموسيقيين التونسيين يعني يخدموا في الموسيقى الكل الا الملوف مش معقول، وانا ما نجمش نعيش من غير ملوف. قال يلا راني نعاونك حتى من البعيد، عندي تجربه في تكوين الجمعيات ونعاونك. اذا بشوي بشوي يعني تعاونت انت وسي بن طارق سي فوزي سي أنا فوزي تعاوننا وشجعني على بعد يعني هو في نونسي بعيد عليه اللي هو عازف كمانجا حسب ما أعلم. هو عازف كمانجا بقوسين درسنا الألمانية مع بعضنا. أيوة أستاذ ألمانية في الأصل. أي. ولكن تخلى على الأستاذية الألمانية باش يتلها بالثقافة الجمعية في نونسي وخدم الثقافة وكون نادي البارون دير لونجي وكون يعني يعمل في محاضرات
ودي ماستر كلاس ويخدم في برشا موسيقات هو في الحوض البحر الابيض المتوسط مش مختص اساسا في المالوف لكن يعمل المالوف زاد. نعم شجعنا بعضنا شجعوا في بعضنا وشجعني وكونت مجموعه في باريس. كونت مجموعه هو بعيد شويه عليا وشجعني وبدينا بشويه بشويه يعني من الموسيقيين الاولين اللي جاوا للجمعيه نذكر صديقينا نبيل غنوشي سالم البنوني اللي هو من فرقه شباب كذلك اظن سالم سالم البنوني فرقه شباب من المنستير بالمنستير نبيل غنوشي من جابس واحنا ما يعني من الجمهوريه عادل شويخي أي. من جربه يعزف ايقاع ايقاع اي امل جرمازي امل بدوي امير حمريتي هذا من عرفته امير من معهد العالي الموسيقى في تونس اي نياجي معنا في الجمعيه اي فرح وشتاتي زياد مهدي عبد السلام مرزوقي زياد اللي هو متألق في العزف على العود التونسي وبدا يعني بدا في العود التونسي معنا في الجمعيه اي واول عرض عملناه كان بالعود الشرقي ايوه وبعد بدل كان بعد بدل حب العود العربي وبدينا بشويه شويه في الماستر كلاس اللي نظمناهم مع صديقنا وابونا الروحي هو زياد غرسه يعني شجعنا من الاول وعاوننا برشا واظن زاركم عديد المرات في باريس لتلقين نوبات منها نوبه العراق هذه اللي نتوقفوا عندها وش قولك نعملوا وقفه صغيره ونسمعوا الأبيات متاع النوبة هذه ونواصل الحديث
إذن بعد ما سمعنا الأبيات متاع نوبة العراق أداء الفرقة الموسيقية اللي منضوية تحت جمعية مالوف تونس بباريس، أظن أنكم أخذيتوا النوبة هذه على زياد غرسة هكا؟ أي الأغلبية أخذنا عند زياد غرسة. بون أحنا النوبة كيفاش نخدم مع زياد غرسة؟ إما أحنا الموت ذيل مثلا نخدمناها وعيطنا لزياد قبل ما نعرضوها في المعهد العالم العربي، يعني صلحنا بعض حاجات وعمقنا بعض حاجات معاه. هك. نبدأه مثلا نوبة نبدأها معاه ونكملوها بعده، يعني كل مرة كفاش يعني ما خدم معنا من الأول حق وما ترددش، يعني كيف استنعيناه من أول مرة ما ترددش بإعانتنا وجاء بحضانا وخدمنا معه برشا. وكذلك استدعينا سي فتحي زغندة وكيف كيف خدمنا معاه، يعني بدينا معاه نوبة الحسين. اي نعم، انا كان عندي شرف باش اني ساهمت في نشاط الجمعيه هذه والاستماع لها، وهاو نشوفوا النتائج نتاع العمل بتاعكم باشراف هالعديد من الاساتذه وعلى راسهم سي زياد غرسة، وانا ساهمت بما اوتيت من جهد كذلك. اي فتعلمت النوبات يعني وثبتوهم مع زياد وغيره، وشرعتوا كيفاش شرعتوا في التسجيل؟ كيف جاءت الفكره؟ التسجيل يعني احنا الحفلات نتاعنا اللي قدمناهم في المعهد العالم العربي كل سجلناهم صوره وصوت. يعني هي التسجيل هو حفل مباشر من معهد العالم العربي في باريس، اللي نذكر السادة المستمعين في تونس اللي هو معهد من ادواره تسليط الضوء على جوانب من الثقافة العربية المختلفة في الدول العربية والتعريف بها لدى الجمهور العربي أساسا في باريس، ثم كذلك الجمهور غير العربي حتى يتعرفوا عليها. إذا أنتم من جملة ما عملتوه هو تقديم هالعروض هذه في معهد العرب العالم العربي، كيفاش كان رد الفعل سي رضا؟ والله حفلاتنا كانت ناجحة 100%، يعني القاعة كانت مليانة وصدى يعني قوي، وإحنا اندهشنا يعني من التجاوب اللولاني، التجاوب اللولاني راهو العرض، يعني القاعة مليانة يعني قبل 3-4 أيام والناس تتكلم وقاعدين في الدروج يعني، وخذات صدى كبير ياسر والناس مستغربة. هل يفهم من هذا سي رضا أنه الجمهور العربي والتونسي متعطش إلى هذا النوع من الموسيقى؟ نعم، يعني تشعر أنه رغم اللي هي موسيقى تراثية ولغة خاصة بتونس في نهاية الأمر، يعني المالوف ماهوش حاجة مسموعة في كل البلدان العربية، يعني تشعر أنه فما تجاوب، وهل هو من باب الحنين وإلا من باب الإعجاب بهالموروث هذا أو الاثنين؟ والله الاثنين ممكن أكثر، يعني ثم الاطلاع ثم الناس يعني الحنين طبعا، يعني التوانسة ناقصين يعني الموسيقى النوع الموسيقي هذا، وناس متعطشة وتكتشف، يعني ثم ناس تكتشف حتى فرنسيين يعني أوروباويين من كل الواحد ويجيوا يشوفوا أصدقائهم. الأهم من كل هذا مش المتفرجين، يعني الإقبال لحفظ المالوف لغناء المالوف اليوم جمعية، يعني وانت تعرف يعني مثلا نعطيك مثال الماستر كلاس الاخراني اللي عملناه مع زياد غرسة، انا تقريبا 150 مشترك اي ما شاء الله اللي شاركوا في الغناء، يعني في حفظ المالوف. وهم من الهواة ولا فيهم شكون يدرس موسيقى؟ والله فيهم مخلط، يعني برشا موسيقيين عازفين وموسيقيين يعني متضلعين، وفيهم هواة، واللي يجي باش يكتشف اللي يجي باش يحفظ اللي يجي باش يحاول، فما ناس ما تقراش اللغة العربية ويتعلموا المالوف، لأنه يعني احنا قعدنا على الطريقة التقليدية مع أظن سي رضا من البطايحيات في النوبة هذه اللي مسجلة وباش يسمعوها يقول لك زمن الأزهار من محفوظات زياد. محفوظات زياد هذا يعطيهن زياد، يقول لك زمن الأزهار موجود في نوبة أخرى، هو نوبة الذيل. نعم، والصنعة هذه موجودة في نوبة العراق. شنو رأيك نسمعوه البطايحي هذه تو؟ ياسر حلو البطايحي، نسمعوه.
Oh.
معنى إذن سي رضا بطايحي يقول لك زمان الأزهار الدنيا مليحة في طبع العراق. الطبع هذايا نذكر سادة المستمعين سي رضا أنه طبع تونسي أصيل صميم، يعني لا نجد له ما يقاربه أو يعادله في موسيقات البلدان الشقيقة. ممكن تلقى التسمية موجودة، ولكن طبيعة المقام العراق هذا لا نجد يعني مثيلا له في حتى موسيقى، فيه خصوصيات وفيها يعني علامات اللي هي خاصة به. كيفاش تعاملوا الشباب مع هالطبع هذا طبع العراق؟ يعني تفاعلوا معاه كما تفاعلوا مع الحسيد ولا مع السيكا، وإلا يظهر لهم صعيب خاصة فيه بعض درجات دقيقة؟ فما بعض الصعب، لكن الصعب اللي لقيناه أكثر في السيكا، السيكا التونسية. نرجع للعراق. العراق أنا اكتشفته مع زياد الحقيقة، ما كنتش نعرف الطبع العراق، العراق ما كنتش نعرفه، وعمري ما خدمت يعني نوبة العراق ولا أي مقطوعة من، واكتشفته مع زياد. شيء عظيم، وأنا كنت نترقب فيه يعني، خاطر عندي حنين خاص للعراق. هي. وعندي حنين خاص وهو يعرف للماية. الماية التونسية يعني، الطبع على الاخر الماية التونسية هذوما يعني بالخصوص. خاطر ما خدمتهمش يعني، هذوما اثنين ما خدمتهمش، ويعني متعطش لخدمتهم. وهما زوز كما ذكرت توا سي رضا خاصين. نعم. بتونس العراق. نعم. هو طبع تونسي لحما ودما، والماية. نعم. كذلك، حتى كان يظهر ساعات اللي هو فما ما يقابله في الموسيقات الأخرى، لكن خصائصه تونسية، وهذا ما يبرز أن تراثنا هو تراكمات لعدة لهجات أعطت في نهاية الأمر لهجة خاصة بتونس، هي اللي نسميها اللهجة التونسية أو الطبوع التونسية، اللي تتمثل في طبوع كيما الذيل، الأصبهان، العراق، الماية، حتى السيكا ما هي سيكا شرقية بتاعنا، لا سيكا خاصة. إذن نواصل الاستماع سي رضا بعد إذنك إلى مقاطع من النوبة، ونسمع ثلاثة براول، دخول براول وزوز براول اللي سجلتهم في النوبة هذه، ونحب معناها نأكد على أنه ربما بعض براول مسموعة عند الناس لكن مكثرها مش مسموعة. إذن نسمع براول نوبة العراق، أداء الجمعية أو فرقة الموسيقية تابعة لجمعية مالوف تونس بباريس، ونرجع للحديث.
إذا كانت هذه البراول دخول براول وزوز براول بنوبة العراق التونسي. سي رضا شنو هي مشاريعكم توا في باريس بعد هالتسجيل؟ هل مواصلين بنفس الحماس؟ هل عندكم عروض موسيقية في باريس أو خارج باريس؟ حدثنا شوية. والله احنا بدينا السيزون هذه يعني الموسم هذا بقوة، يعني عملنا 3 حصص يعني، وبرشا يعني برشا برشا جدد جاي يعني قاعد بيت كيفاش يعني الناس باقي جاية للملوف يعني شيء، هذا شيء شيء يفرحني جدا. ولكن من سوء الحظ يعني الوضع الصحي ما سمحناش باش نواصلوا التمارين، وهو امر يعني عام في تقريبا حتى في تونس نفس الشيء. ان شاء الله ربي يرفع لنا هالوباء ونرجع للنشاط. امين. وقفنا في مارس ورجعنا في اخر سبتمبر، عملنا 3 حصص وفي حتى في مارس ما حبسناش يعني، قعدنا مواصلين عن بعد نستعملوا في الابليكاسيون على الانترنت، وقعدنا مواصلين حتى اخر جوان مارس لجوان نواصلوا في التمارين نتاعنا، ورجعنا لبرشا مراجعات وزدنا اخذنا بدينا في النوبه الثامنه النوبه 70. اي التسجيل نتاعنا اليوم عندنا 4 نوب موثقين في ديزالبوم، والالبوم في سي دي في دي في دي وفي كتيب يعني يفسر بعض المقالات بعض حاجات يعني فيها، والكلمات نتاع النوب والترجمه نتاعها للفرنسيه. هاي 4 نوب، نوبة الذيل اي نعم، نوبة العراق اي نعم، نوبة السيكا اللي خرجت هي. ونوبة الحسين، اربع كاملين خرجناهم وطبعناهم وموجودين على ذمه اللي يحب. هل تباع هذه النوبات في باريس ولا في كيف يتم التعريف بها وترويجها؟ تباع في باريس وتباع في فضاء سقانس يعني دار فاطمه في سقانس موجودين في تونس. في تونس ما زلنا كي خرجناهم موجودين، اذا كان يحب يعني اللي يحب ينجم يقتنيهم سي رضا. كانت هذه فرصه لتحيه جهودكم في يعني جمع او لتسجيل الملوف والتعريف به لدى الشباب خاصه. انا شفت وقت اللي زرتكم شفت انه اكثر الموسيقيين اللي في النادي في باريس يعيشوا هم من الشباب، وهذا طبعا يثلج الصدر باعتبار ان هذا الفن ماهوش كيما ربما يمشي لذهن بعض الناس خاص بالشيوخ فقط، بل ان هناك من الشباب من يقبل على الاداء والعزف، وهناك من الشباب من هو متميز كما زياد مهدي اللي نحب باش نعديو له جزء من الاستخبار اللي عملوا في التوشيا تاع نوبة العراق، واللي هو احد من ان شاء الله ياخذ المشعل على مدرسه العزف على التونسي على العود التونسي اللي يمثلها خميس ترنان، ثم تلميذه الطاهر غرسه، ثم ابن الطاهر غرسه زياد، وان شاء الله زياد مهدي يواصل المسيرة في العزف على العود التونسي. إذن تحية إكبار وشكر ليك سي رضا، وتشجيعاتنا على ما تقومون به لفائدة نشر المألوف في باريس وخارج باريس وحتى في تونس، وإن شاء الله نشوفوا نشاط المجموعة بتاعكم في تونس بمناسبة أحد المهرجانات أو المناسبات. ألف شكر مرة أخرى سي رضا، وتحية ليك ولأعضاء جمعية مألوف تونس في باريس.
Thank you.